اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تحسيناتها للأداء. نقوم بالضغط هنا على تطبيق تيمو، قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق تيمو، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا المكان التخزين، ثم سوف نقوم بالضغط هنا مسح تخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تيمو. سوف يظهر لنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيمو. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة.